بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نشكر على القناة الإرث على هذه الاستضافة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء إن شاء الله. الفقير اسمي علي زين العابدين بن أبي بكر بن سالم الحامد، من مواليد إندونيسيا ومقيم في ماليزيا. أتولى إدارة مدرسة التزكية كناظر، والمدرسة تحفيظ القرآن المسمى بمدرسة الرازي، ومؤسس لمؤسسة الرعاية، ومدير تنفيذي لمؤسسة التوفيق، ومحاضر في جامعة سلطان أحمد في ولاية باهانغ ماليزيا. دار مرتضى مجلس تعليم الذي سبق تأسيسه قبل مؤسسة الرعاية وغيرها، ولكن الآن انضم تحت رعاية مؤسسة الرعاية. الفقير مدرس فيها. بداية بحكم ولدت في إندونيسيا في قرية اسمها بندواس، وفيها كثير من العلماء والمعاهد الدينية كذلك. هناك مدرسة قديمة جدا يسمى مدرسة الخيرية، كان الذي يدير المدرسة الحب محمد بن أحمد المهضار، أسس قديمة هذا قبل يعني قرب على 100 سنة تقريبا. درست في هذه المدرسة مرحلة ابتدائية، ثم واصل في المرحلة الثانوية الحكومية، ثم دخلت على المدرسة خاصة للدراسات الإسلامية نسميها عندنا بوندو أو معهد بالعربي، وأدرس فيها في هذا المعهد مدرسة بوندو سنترين إسلام في جاوة شرقية 3 سنوات، وبعدها إلى جاكرتا، ثم واصل الدراسة إلى دار المصطفى قبل أن تبنى دار المصطفى، وهذا تقريبا في عام 93 ميلادي في أول زيارة الحبيب عمر لإندونيسيا، وحضر البرامج والمجالس في إندونيسيا. لما رجع من إندونيسيا خرجت معه في أول زيارة الحبيب لإندونيسيا في عام 93، وجلست في دار مصطفى، كان بدأ في الشحر 2 سنين، ثم أواصل الدراسة إلى جامعة الأزهر الشريف، أخذت قسم التفسير وتخرجت منها في عام 2001 في قسم التفسير، وواصل الماجستير في جامعة الإسلامية العالمية ماليزيا في نفس التخصص في القرآن والسنة، وأخذت جانب القرآن، وثم أواصل كذلك في الدراسة، ونلت الشرف الدكتور الشرفي من جامعة الشيخ داود الفطاني في تايلاند، والآن عندي التزامات في التعليم والدعوة في ماليزيا. نعم، التنقل بين الشحر وبين ترين في نفس السنتين. بداية جلست في الشحر، ولما خرج الحبيب من الشحر إلى ترين في رمضان استمر الدراسة، وكنا جالسين في بيت الحبيب، والدروس كذلك في بيت الحبيب، إلا في بعض الأوقات يكون الدروس في مسجد مولى عيدين، وفي نفس الوقت أحضر مجالس التي تقعد في زاوية الشيخ فضل ومدرس في رباط وعند الشيخ علي كذلك، وعدة أماكن في تريم نحضرها، ولكن أكثر الأوقات في الشحر. شرق آسيا تحتوي على عدة بلدان في هذا الزمن، يعني بما فيها ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة
وبروناي وتايلاند، هذا يعتبر كل هذا جنوب شرق آسيا. ودخول الإسلام يعني طبعا اختلف المؤرخون عن من كان سببا في دخول الإسلام في جنوب شرق آسيا، وكذلك عن سنة دخول الإسلام إلى جنوب شرق آسيا. ولكن الذي لا أحد ينكر دور الدعاة والعلماء من اليمن، بالخصوص من حضرموت، الذين نشروا الإسلام في جنوب شرق آسيا، إندونيسيا وما حواليها. وعندنا معروف بالأولياء تسعة معروفين، هؤلاء من سلالة عم الفقيه، من سلالة عم الفقيه، موجودين عندنا في إندونيسيا، وكان لهم دور في نشر الدعوة في جزيرة جاوة خصوصا، وانتشر بعد ذلك إلى خارج جاوة. وأول من أسلم من السلاطين كما كتبه التاريخ كذلك، هناك في سلطان يسمى سلطان باراميسورا. باراميسورا هذا أصله كان من باليمبانغ، وهاجر إلى ملاكا وتولى الرئاسة في ملاكا. أسلم على يد أحد من السادة الذي جاء إلى ملاكا، وكان ملاكا هذا تعتبر أول مدينة سلطانها أسلم، اسمه باراميسورا. ولما التقى بأحد السادة وتعرف عليه، كان يرى في المنام الرؤية، رؤيته هذا مطابق على هذا السيد الذي جاء إلى ميناء في ملاكا. فجاء هذا اسمه باراميسورا بالفيل يركبه، ووجد السيد هذا وتذكر على رؤيته فأسلم بعد ذلك. وبحكم أنه السلطان أسلم والشعب تبع لسلطانه، فأسلموا الشعب بكامله وقتئذ. هذا في تقريبا في عام 1400 وزيادة ميلادي، هذا يعني بقرن التاسع الهجري تقريبا. هذا بشكل عام عن جنوب شرق آسيا، سواء كان الدول التي مجاور فيها والشعب الذين أسلموا، والسلاطين كذلك الذين أسلموا على يد الدعاة وأهل العلم الذين جاءوا إلى جنوب شرق آسيا. وإلى يومنا هذا طبعا نسبة المسلمين أكثر في جنوب شرق آسيا، خصوصا في إندونيسيا وفي ماليزيا كذلك. طبعا من خلال المناطق التي ذكرناها، إندونيسيا تأخذ نسبة كبيرة من حيث عدد المسلمين. يعني إذا كان سكان إندونيسيا الآن ما يقارب 250 مليون، يعني يقارب على 90% مسلمين. وفي ماليزيا سكانها ما يقارب تقريبا 32 مليون، مقسم إلى ثلاث أعراق. عندنا عرق ملايو، وعندنا عرق صيني، وعندنا عرق الهنود. فنسبة المسلمين أكثر من 60%، والبقية مقسم إلى ديانة بوذية وهندوسية ونصرانية واللا دينية كذلك. هذه الطوائف كلها موجودة عندنا في ماليزيا. وبقية الدول طبعا تختلف باختلاف سكان، مثل سنغافورة ومثل تايلاند، ربما عدد المسلمين أقلية بالنسبة لغير المسلمين. تبدأ إقامتي في ماليزيا من الدراسة الماجستير في ماليزيا، ولم يخطر بالبال أن يكون هناك إقامتي في ماليزيا على الدوام. ولكن بحكم كان دور الدعوة في ماليزيا بعدما انتهينا من مرحلة ماجستير وبدأت في الحركة الدعوية في التعليم بين مساجد المصليات ومدارس كذلك،
وأرضى إلى الفقير أن يكون هناك إقامة دائمة. فاستشرت مع الحبيب، طبعا ذهابي إلى ماليزيا بعد موافقة الحبيب في ذلك الحبيب عمر. فقال لما رجعت من مصر انتهيت من بكالوريوس، شاورت الحبيب أن أكمل في ماليزيا، فالحبيب أشار بالموافقة. فلما طلب مني أن أمكث في ماليزيا استشرت الحبيب مرة أخرى، الحبيب أشار بالموافقة. فيعني لما وصل الأمر إلى أخذ الجنسية كذلك، بحكم أنه البلاد فيه نظام ولا يسهل أي واحد أجنبي أن يمسك مراكز أو يعمل أي عمل مخالف للنظام، وبالتالي بحكم الحركة الدعوية مراقبة ومنظمة حفاظاً على البلد نفسها، فالأمر أدى إلى أن يكون واحد يعني أخذ الجنسية والإقامة الدائمة في ماليزيا. فبعد المشاورة أخذت ذلك وإلى الآن. هناك حركة دعوية، طبعا ماليزيا دولة، الدين الرسمي للدولة هو إسلام، ولا يسمح لأي دين آخر أن ينشر في ماليزيا، ولكن لا يمنع لمن تدين بدين النصارى أو بوذي أو هندوس من أهل ديانة أنفسهم أن يتدينوا بدينهم، فعندهم حرية في ذلك، في أن يتدين بدينهم، ولكن الممنوع نشر غير الإسلام في دولة ماليزيا. وكذلك ماليزيا لها نظام أن السلطة عندنا في ماليزيا في 9 ولايات، فكل ولاية لها سلطان مستقل تلك الولاية. فنظام السائد عندنا جميع الشؤون الدينية يرعاها السلطان، وليس الحكومة المركزية. الحكومة المركزية تساعد السلطان في خدمة الدين، لكن المسؤول الحقيقي في الشؤون الدينية داخل البلد وداخل الولاية السلطان. في أي شيء يتعلق بالدين يرجع إلى السلطان. السلطان عنده مؤسسة تسمى مجلس الإسلامي، كل ولاية في السلطان في مجلس الإسلامي الذي يرعى جميع الشؤون الدينية في تلك الولاية. فبحكم أنه هذا التنظيم وهذا المؤسسة الذي ترعى الحركات الدعوية في ماليزيا، فهناك نظام وهناك ضوابط في التعليم والدعوة، بما في ذلك الدعوة إلى الآخر ليعرف عن الإسلام. هناك نعم في جهود في الدعوة لنشر الدين إلى غير المسلمين موجود، وعندنا مؤسسة اسمها بركيم. مؤسسة بركيم هذا تخص على مسلمين جدد، بحيث من أدخل الإسلام يدخل في هذا المؤسسة ويتعلم أساس من الدين ويترعاها الدولة كذلك. وهذا بالنسبة لعلاقتنا مع غير المسلمين في ماليزيا. نعم، وإن كان نوعا ما ليس هناك عدد هائل في إسلام غير المسلمين، ولكن موجود، يوجد من أسلم من فترة إلى فترة، سواء كان من العرق الصيني أو من الهنود أو من كان ليس عنده دين. ماليزيا طبعا دولة يعني متطورة اقتصاديا، وأكثر الناس عندهم عمل، رجالا ونساء، بل ربما النساء أكثر نشاطا في العمل في هذا الجانب. وبحكم كذلك النسبة الأكثرية من حيث العدد، النساء يكون أكثر، حتى في القطاع الحكومة النساء يكون أكثر عددا في العمل. ولكن مما رأيت في ماليزيا مع انشغالهم يعني في الوظائف، سواء كان حكومة أو حكوميا أو غير الحكومي،
عندهم كذلك إقبال على الدين على أغلب المستويات، أقصد المستوى العوام أو المستوى أصحاب المهن، حتى أصحاب التجار كذلك، حتى الحكومة نفسها. مرة من المرات كنت التقيت برئيس الوزراء، فهذا أول مرة لقائي معه، فلما صافحته قال: أنا تابعتك من زمان عبر يوتيوب. فهذا دليل على أن حتى الرؤساء عندهم، يعني أصحاب السياسة والحكومة كذلك عندهم إقبال، حتى السلاطين أنفسهم. ومتاح عندنا في ماليزيا كذلك على المصليات والمساجد، معمور بحمد الله ما بين المغرب والعشاء ودرس الفجر، أغلب المساجد معمور بدروس فقه، تفسير، حديث، تصوف، وهناك دورات كذلك تعقد، سواء كان أي أمور متعلق بالمجتمع ويحتاج المجتمع إلى معرفته تعقد دورات من أجل ذلك، فهذا أمر ما نحمد الله عليه في ماليزيا. نعم، عندنا مجلس يسمى مجلس تشينتا رسول، يعني تشينتا بمعنى حب، مجلس حب الرسول. فهذا كان الحبيب شيخ بن عبد القادر السقاف، معروف بهذا البرنامج، هو من اندونيسيا ولكن لما جاء إلى ماليزيا عمل برنامج، ويعني موضوع البرنامج مجلس تشينتا رسول. فحضر من حتى رئيس الوزراء يحضر السابق، وبعض الوزراء كذلك حضروا، والغريب جلسوا على هذا يعني في الأرض، وبعدين ليس هناك حراسة شديدة مرة، يعني حراسة موجود روتين، وأكثر من 3 ساعات هكذا البرنامج وهم يستمعون على مدائح نبوية وكذلك محاضرات الذي ألقيت في تلك المجلس، استمرت عدة سنوات هكذا إلى يومنا. نعم، ربما المسجد ما يسع على عدد الناس، والعجب من ذلك أن بعض السواح يحضرون كذلك، لما كان فتحت في الساحة السياح كذلك حضروا حتى من بعيد بلباسهم وبشكلهم، واستمعوا على برنامج مجلس الصلاة على النبي. بالنسبة للمعاهد الدينية، عندنا في ماليزيا في عدة مدارس ومعاهد، هناك مدارس حكومية وهناك معاهد دينية. مدارس حكومية ترعاها الحكومة، ومدارس دينية يرعاها مجلس الإسلامي في كل ولاية. عندنا 9 ولايات كما ذكرت لكم المعروفة، في كل ولاية تقريبا يوجد كثير من المدارس والمعاهد الدينية، ما بين التحفيظ وبين العلوم. تحفيظ يعني مخصص بتحفيظ القرآن فقط غالبا في 3 سنوات، والعلوم يعني يتعلمون دراسات دينية، فقه والتفسير وغير ذلك. هناك جزء من حفظ القرآن ليس على كل القرآن، لكن تحفيظ مخصص في تحفيظ القرآن وهذا علوم. بالنسبة مؤسستنا، مؤسسة الرعاية، ترعى على مدرسة التزكية ومجلس تعليم دار مرتضى ومدرسة تحفيظ الرازي، هذا الذي ترعاها المؤسسة، مؤسسة الرعاية التي تتابع للفقير. وكذلك مجلس تعليم الذي عندنا جلسة الاثنين كذلك موجود، يرعاها مؤسسة التوفيق، والفقير كذلك مسؤول فيه. وهناك يعني توجد مدارس دينية كثيرة في كل الولاية. نعم، هذا بالنسبة
كثرة المدارس في ماليزيا. نعم. أما عدد الطلاب اللي تابع إلى المدرسة الفقيرة في مدرسة تاسكيا تقريبا فوق 70 طالب، ومدرسة تحفيظ ما يقارب 30 طالب. أما بقية المدارس على حسب مساحة المعهد نفسها، ونحن في طور البناء للمدرسة إن شاء الله ربنا يتمم، وممكن يسعى على 250 طالب في المستقبل إن شاء الله. نعم، عندنا دروس العام تعقد بالإضافة إلى المدرسة. مجلس العام كما ذكرت سابقا عبارة من مجلس تعليم دار مرتضى. مجلس تعليم دار مرتضى كان في البداية يبدأ من بيت الفقير، وكان يحضر فيه 7 أنفار فقط، ثم بعد ذلك في طلب أن يحضر النساء. والمدخل للبيت كنت أسكن في الشقة الدار 15، والمدخل واحد، فيصعب على النساء أن يدخل في البيت إذا كان يتأخرن أو يعني غير يعني ما هو ليس بسهولة أن يدخل النساء. فحاولت النقلة المجلس إلى مصلى، فحاولت المصلى من أجل فتح المجال للنساء كذلك أن يحضرن، فبدأ ازداد العدد، فالمصلى ما يسع كذلك، فحولت إلى المسجد الآن مسجد معاذ بن جبل من 2012 تقريبا إلى الآن مستمر في مجلس في مسجد معاذ بن جبل. دروس أسبوعي يوم الجمعة، عندنا درس التفسير، وعندنا رياض الصالحين، وعندنا كتب التصوف. نقسم في المجلس 3 كتب من الساعة 9:30 إلى 11 بالليل. هناك نوعين من الرحلة، رحلة داخلية ورحلة خارجية. أما الرحلة الداخلية طبعا في دروس ما بين أسبوعي وبين شهري، أنتقل من ولاية إلى ولاية، وبعض الأحيان أخرج إلى خارج الجزيرة. عندنا في ماليزيا 9 ولايات، وهناك جزيرتان انضمتا على ماليزيا، الذي هو جزيرة سراوك وجزيرة صباح. هذا تقريبا يعني بالطائرة تحت إلى ثلاث ساعات تقريبا بالطائرة. فهذا داخليا. أما خارجيا يعني إلى إندونيسيا غالبا، في برنامج في إندونيسيا سواء كان في جاكرتا أو خارج جزيرة جاوا، كاليمانتان، بونتيانا، سلاويسي. ومر بي الرحلة كذلك إلى أستراليا، إلى بريسبن، ثم إلى آيلاند، إيرلندا. كان هذا في دورة في هناك مع طلاب ماليزيين في إيرلندا في خلال أسبوعين، وفي بريسبن كذلك دورة لمدة أسبوع، وفي بريطانيا كذلك تجول في بعض المدن في بريطانيا لنلتقي مع طلبة العلم من ماليزيا في عدة جامعات المختلفة. هذا تقريبا الرحلة التي جرت بالفقير قبل سنوات.
أنت من أصول هندي هو ودينه هندوس، فهذا كيف أثر الصحبة الذي أثر على صاحبه؟ كان واحد عندنا يصور برنامج الدرس للفقير في مجلس تعليم دار مرتضى، مصور هو شغله، عندما جاء إلى المجلس التعليم يصور. عنده صاحب يحب التصوير كذلك، لكن هو يعني من أصول هندي ودينه هندوسية. فهذا صاحبه قال تعال نحضر معنا وأنت تصور. فوافق هذا الرجل الهندي، ولكن قبل أن يأتي صاحبه هذا كلمني، شوف يا حبيبي في واحد هندي ودينه هندوس يريد أن يشارك معنا في التصوير، هل ممكن ولا لا؟ لأنه هذا بيدخل مصلى. فقلت له ممكن، ولكن لا تخبر أحد، لا تخبر أحد أنه غير مسلم، لأنه واحد مسلم وغير مسلم بشكل هندي يصعب على الناس تمييزه. فقلت له لا تخبر أي أحد، ليدخل هو كما العادة ويصور كما يشاء، ولا تخبر أحد حتى أخبرك بذلك. ففعلا مرة مرتين، فمن خلال الدرس أنا أدخل كده قليل من أهم يعني الدين الإسلام وما فيه من من الخير، وما يعني أغرس فيه معاني الجمال في الإسلام. فهذا الرجل يصور، الذي يصور كان لابس بنطلون ولابس كوفية، ليس الكوفية كما العادة، إنما كوفية حق البرد. فيوم من الأيام قال لي صاحبه أنا بشوف المدرس هذا، فجاء لعندي قال أنا أريد أن أسلم. فأسلم الرجل ونطق بالشهادتين، وبعد ذلك قال كيف أنا أعيش في أسرة متمسكة بالدين الهندوس، والديانة هذا يعني غير قابل للتفاوض كما يقولون، يعني شديدة مرة، أسرته متشددة في كيف أنا أعمل. فقلت له زد برك في الوالدين وحسن الخلق معهم، و لا يكون هناك يعني نوع يختلف عن العادة الذي أنت فيه. فقلت له عندما تريد أن تصلي حاول قدر المستطاع يعني لا أحد يراك من الأسرة حتى لا يأخذك أو ينتقد عليك أو يزعل أو يغضب عليك، حاول قدر المستطاع على إيش، على الخفية. فهو طبعا ساكن ليس مع أهله وإنما يتردد مع أهله، وكيف إذا كان قدم لي طعام يعني حرام؟ وتجنب قدر المستطاع. أنا قلت له لا تجعل نفسك تشرب أو تأكل كأن لم يكن هناك محاولة منك أن تتجنب، لا حاول تتجنب. قلت له ذلك. فمضى هذا أيام وأشهر، فأخبرني أنه بيختن، يعني هم عمره كذا فوق 20 كذا، قرب 30 تقريبا. فسبحان الله، نعم اختتن هو، إلى أن وصلني الخبر وأنا خارج ماليزيا وقتئذ، قال الرجل توفي. قال هو كيف توفي؟ قال والله يا حبيبي ما أدري. قال هو استعد على أن يصلي الفجر وما قلت وضع قبل الفجر، ويعني وضع يعني بدنه على السرير هكذا وتوفي الرجل. فتأسفت لأنما لم ألتقي به، كنت في خارج ماليزيا وقتئذ. فهذا أحد يعني ما يحدث عندنا في مجلس تعليم دار مرتضى. وكمان واحد نصراني، هذا واحد مسيحي شاب، هو في يعني عمره تقريبا في بداية العشرينات هكذا، كل مرة مجلس تعليم دار مرتضى يبدأ بالراتب، أولا راتب الإمام الحداد،
هذا الولد يحضر ويبكي وله يعرف، لكن تأثر من أنا الفقير. جلست مع الولد دعوته، ما كنت أعلم أنه نصراني، لكن عندما تعرف مع واحد يعني أهل الخدمة عندنا في دار مرتضى وأخبر أنه نصراني، قلت له خذه معي، خذه لعندي. جلست معه، يعني قال هو يعني يشعر بالاطمئنان عندما يحضر مجلس الراتب ويبكي. فقلت له تعال، يعني حاولت هكذا حتى يدخل الإسلام. قال أنا من أسرة نصرانية، أمي نصراني وجدتي نصراني، وأنا لازم أفكر أولا في الأمر. قلت له مرحبا فكر، ولكن هذا دليل على أن رق القلب بالبكاء هذا أثر من الذكر. حاولت أشرح كذا يعني، وبعد ذلك يعني أرجو أن يكون هو قد أسلم، لأنه سافر بعد ذلك إلى ولاية صباح، لأنه من ولاية صباح، أرجو ذلك. قبل الختم أشكر على قناة الإرث مرة أخرى، وعليكم أنتم القائمين في القناة، إن شاء الله يجعل هذا القناة منبرا للعلم والدعوة والهدى إن شاء الله، ويفتح أبواب التيسير في جميع الأمور إن شاء الله، وجعلنا وإياكم مفاتيح لخير مغالق للشر إن شاء الله يا رب العالمين.